وسهلا. أهلا وسهلا وسامحوني، قلبي مليان. خلص بقوا البحصة بقى. بفهم إنكم عم بتهددوا تقتلوا فلان وفلان وفلان، بس بأمر من البيت الأبيض وأوباما شخصياً تقتلوا هالمرأة؟ هل قد مسيحكم ضعيف ومحمدكم ودياناتكم؟ 2% حاكمين العالم بالصرمية وبنوع خاص السعودية وبلاد العرب، بندر بن سلطان. إذا حدا مثلك ومثل مرتك كرم هالمرأة، شو عم تعمل بالسعودية؟ شو عم تعملوا؟ مين ما كنت يلي بلبنان قالوا لي سياسة وغني، وما رح أقول مين اللي قال لي، شخصياً أنا انتبهت وعرفت وفهمت. بدك تقتلني؟ أنا ماشي على الطريق. أهلا وسهلا فيك، عمري أطول من عمر جلادة، قال عمر مختار. كيف ماتوا الأنبياء؟ بعدهم عم بينرجموا والمسيح بعده على الصليب. قال لهم ما بنزل عن الصليب إلا ما آخر واحد من أخوتي يفوت على الجنة. لا أنا مسيحية ولا مسلمة ولا أنتمي إلى أي دين وإلى أي شريعة وإلى أي كتاب، حتى القرآن والإنجيل اكتبوا العدد باللغة العربية، بتكتبوا لا إله إلا الله وبالسنسكريتي. يا عار العالم وين وصلنا؟ كلاب كلنا، وإسرائيل والدولار عند المصلحة، كلنا منتصالح. هي اللي جامعتنا، مش المصالحة، المصلحة. يا عار العالم وين وصلنا؟ إذا بيموتوا العرب ماتت الخيانة. نعم معهم حق، اتركوا العرب يقتلوا بعضهم، ما تصرفوا شيء. لحوي إيدي جواب. كل الكيماويات اللي عم تنكب، نعم مريم عندها، ها موجودة بالسعودية، شكر إلك. هاشم العلوي، هذا علوي يعني شيء يعني. محل اسمه الميزان، طلبها ماركت ميتوكو. ويلي إذا مش مثل أقوى منا لحية هون وبإيدين كل هالشباب رح تكون. والأساس خل التفاح بزر كتان خوخ الدب، يلي بعدت الناس تقدر تقبع كل خوخ الدب، وللدب بياكلك إذا جيت على لبنان، الدب لحاله بياكلك. سبع أنواع خوخ الدب عندك يا بشار الأسد، وبلبنان موجودة، كله بلاد الشام واليمن. لحية عندك علي عبد الله صالح، شو عملت؟ أكبر ثروة أعطيتك إياها، مال العالم ما في يشتريها، أنتوا القذافة وبشار الأسد وغيركم، وما حدا شكر. شو عملتي نازك الحريري؟ شو عملت أحمد زكي اليماني؟ شو عملتوا بهالأمة العربية؟ حفاة عراتنا تطاول في البنيان، هوت دوغ وواوا، هيدا همكم؟ شلنا الواو حطينا الواو، هيك عملنا بكندا لو كاثوليكي. لحي كلكم رح توصل لعندكم على بيوتكم، ما تطلبوها من حدا، بتطلعوا على داريا كسروان، اسألوا عن واحد اسمه أوغوست عبدو، حي عنده عم بيركبها من 5 أنواع من الأعشاب اللي بلبنان، ودارس مع مين؟ إدوارد باخ، بس هيدا أسلام يعني. فيها طعمة المر عند الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، هالخمس أطعمة، مر وحلو يعني جزر حلو، والسكر ما في سكر ببيوتنا شيلوها، والملح المكرر. طعم مز مش توم، شيلوا لي هالتوم. والبصل في كزبره وفي زنجبيل، الله ذكره في القرآن الكريم، وفي طعم اللقطين. رفيق شو منقول غير اللقطين؟ لقطين لقطين طعمه حلو وموجوده، ما تحطوا تمر، تمر قوي كتير. بعدين طعمه الملح وطعمه الحامض، مش ليمون حامض، في حامض صغير موجود بمصر وقالوا لي موجود هلأ بلبنان، ليما لاما هيك شيء اسمه، أو رفيق أنت بتعرفها، حميضة.
انواع كثير من الحمايده بلبنان، وانواع كثير الحمايده انا شفتها بالسعوديه، وكله موجود بالسعوديه ببلد اسمها ابها. كيف في ابها وفي مرض بالسعوديه؟ ليه عم نفتح مستشفيات؟ بندر وقف كل هالمستشفيات، امك عم تطلبها منك. وقلت كان انا عندي مطبخ عندك بالبيت، وانت عندك مطبخ، انا بحب اطبخ وانت كمان. تعالوا نطبخ هلا الطبخه النبويه الشريفه، ما بدي الف ارنب بطاطي تيج، ما بدي هنا. نعم خايفين البيت الابيض شخصيا. ما حدا لازم يحكي حقيقه الاسلام هو الفطره. وقت المسيح اسلم الروح اهتزت الاكوان. هو ابن الله الوحيد، نحن اولاد الشرقوطه يعني. بالفطره ما في خطيه، ما في ذنب، ما في عتب، ما في لوم. باللغه اللي حكاها المسيح ما في كلمه خطيه. كل خطيه خطوه. في حجر قدامي يا بطلع عليه ستيبينج ستون او بتفركش فيه. انت شو بتختار؟ كيف بتستعملوها؟ تفتح طبعا وبتشيل منها نقطه الماما اللي تحت 7 سنين. هن حاطة الماما بكاسة صغيرة بس مرة مرتين بالأسبوع. جربوها والورقة بإيدي رح أقراها. ماتوا هالأطفال أيام ناجازاكي وهيروشيما، ولكن في بعض منهم وقفوا هيك روكتي فوكواكا وان سترو ريفولوشن. شو هي اللي ماسكها بايده؟ قمح وشعير. نحن بلاد الشام واليمن كلنا قمح وشعير من حوران. كان يطلع على الجحش ابو انطون من دومة مع حوران يجيب 3 4 كيس جحشين 3، ما حدا ياكل منهم الا المرضى. دائما المريض قبلي. اعطيه غيرك اللي اهم منك. تتذكروا الملكة اللي بدنا يعطوه كبد شاب؟ اجت امه قالت له بس قولوا له للملك يعني هيدا ولدي، بدك تعطي له كبده وتحطه للملك؟ سمعها عم تحكي وهي قالت له انت يعني بتحب انه ليش تحط كبد ابنك؟ سكت. قالت له تعالوا تندعي كلنا صح الملك بس بالدعاء يكون من القلب مش من اللسان، لا يتعدى اللسان والأذان. كل اللي عم بيصلوا بالكنيسة بالجامع بالمسجد منه مقبول. 72 ملي بالنار، 279. حطوا علم أبدان وأديان. الوحيدة أنا بهالأمة العربية بحط القاعدة على الأرض، ما بكرم القاعدة وبفتح تمي. أنتوا بتفتحوا اثنين، مين بيجيب مصاري؟ المهم يكون معاشك 100,000 دولار بالدبي. ماني ما جبتها، تيري ما بتستاهلها. كان في شمعة مكتوب عليها دبي، بدي دور لك إياها دوبها. كيف بتقبلوا يكون في هيك ناس مسلمين؟ ما عم بقولكم مسيحية، هيك بيوت بإيران وعم نشتري سلاح تنقتل بعضنا بأمر من اللي حاكمة، أمريكا الحاكمة وإسرائيل العاصمة. هودي بيوت مسلمين، هيدا إنسان. وقت المرأة جنازة اليهودي وقف محمد قال له هذا يهودي، قال له إنسان. وعلي بدون أي لقب بأمريكا، علي من هذا؟ لماذا هذا هيك؟ قال له هذا مسيحي. قال له عبد الله المسيحي بهالكنيسة. عطوه من بيت المال. هذا علي، ما حدا مثله لا هو ولا محمد، ختم الأنبياء والبشر. أتممت عليكم دينكم. معاملة أخلاق، وما أرسلناك بالجمع كلنا إلا رحمة للعالمين. صارت رجمة بتهددوا مرة بهالعمر، عيب. رح أجي ماشي وروح ماشي على التلفزيون سألت بدك تعب وشكرا لقاتلي، بس اثنيناتنا بنتحاكم. وين بدك تكون أنت؟ شو عملت سياسي عظيم مهم في لبنان؟ ما كلكم سياسيين. السياسي نجاسي ودناسي. فوتوا على موقع بيت الله، محمد كيلاني هون ما عم بيحط ما
معنا كمان. كل حلقة بيقولها هالصبي مركبة بزلعيمة وبقلبي وجديدي بكل لحظة. الحقيقة ما إلها زمن، وقت الله غير وقت عبد الله. وأنا وحدي بلبنان، منصور ومريم فيها واحد ونص، ما عندي أمل بحدا. أيها الحق لم تترك لي صديق. أغنى الأغنياء بهالعالم، أغنى الأغنياء، وبتحديكم إذا في أغنى منه يمكن واحد اثنين مثله تحت سرنيته هو ومصرياته. قال له ما فيك لايا. قلت له اللي قاعد مع الله ما بده عبد الله، اللي مع الرسول ما بده البترول. كل يوم بيرزقني خبز ديل، عطاك النفس بيعطيك الفلس يا عائشة. وما حدا مثلي بكل أمة العرب بما كل ما أملك بالملايين وبالمليارات. مع السلامة. شو عملوا كل اللي أعطيتكم؟ ماشي، ما بدهم إلا الجيب، ما بدي الجيب بقى، بدي القلب. المهم نقعد بقى البحص حكيها وجها لوجه. كاتم عن الحق شيطان أخرس. وجها لوجه بقى لها الحقيقة، إذا ما عجبها أنت اعملي أنا ما عندي إياها. صرت تعرفوا نادراً ما يرفع عيوني الوحيدة بهالأمة العربية، لساني أحمر وأحمر مني ما في كتاب يحمر. لحني كل الكتب هلأ بعدتهم محطوطين بالسعودية مع فيصل إليس. ثقة فيك وثقة فيك أنت وبأهلك وبحوليكم. عملوا شيء بهالسعودية. فقراء صحيح ما فيكم تفتحوا التلفزيون لأنه فقراء كلكم، ما تكون الروتانا ترد فينا والاي ار في اي ار تي ترد فينا وكله. ولا اجتمعنا كلنا عند القذافه الوحيد اللي قلت له لا مالك حرام عندي رغيف حبز وهيك بتموت. شو عم تعملوا؟ بدنا تلفزيون يكون هو مدرسه ببيتنا. شاشه مش هالشاشه بتحطها على الفرشه وبعدين بتجيبها على الشاشه وبتحكي هالشاشه وبتعمل برامج وكم 100,000 دولار حق الفستان. صرتي انت ارخص من ثيابك، ارخص من الصرمايه. شو عم تعملوا؟ حصه بنت سلمان بشكري، بس شو عم تعملي؟ شو عملتي؟ تلفنت لك الرقم غلط اللي بعثتوا لي، بس عم لك اياها علنا. شو عم تعملوا؟ ما فيكم تفتحوا محطه بفهم، ما فيكم تحطوا حضره على هالمحطات المنحطه. شو عم تعمل الوليد بن ضلال؟ شو عمل بيك؟ شو عملت انت؟ بعرف كلكم بتهددوني بدكم تقتلوني، انا ميته هيك هيك يعني هيدا تراب بتاخذوا من التراب الى التراب. بس الوحيده بهالعالم العربي شي 1000 كتاب بالانجليزي وما نكون بحاجة، معلمي عنده اياهم. كل الكتب اليوم ما فيكم تشيلوها، كتب اوشو وين ما كان. وانا ما بعرف هلا اذا بلبنان برات لبنان، بس رح كون عندهم اخر شهرين من هالسنه ورح ابقى فوق بالنيبال. The art of living and the art of dying، فن الموت وفن الحياه. ما في موت، قروا الكتاب موت الموت. مدري ليه كمان ما جبته معي، كثير ملبك اليوم كل هالجمعة وعم برجوف، لأنه مش هين الواحد بدنا نقتلك يعني. ما بدي يكون سبب، أنا عشت مع القمش وقت فاتوا قتلوا لنا أولادنا، راحوا اعتذروا من القاتل، قتل حاله، راحوا عند مرته وولاده قالوا له سامحينا لو ما نحن جينا على هالدنيا ما انقتلنا، لا يصيبنا إلا. أهلا وسهلا بقاتلي، تعا معي واطلع معي هون وقتلني هون. مين ما كنت، سياسي نجاسي دناسي، انت ضحية الجهل والإنسان عدو ما يجهل. ما عم بتشوفوا شو عم بصير بأمة العرب؟ شو اللي عم بصير بسوريا بلبنان بأطفالنا بولادنا بشبابنا ببناتنا؟ هاي علامات الساعة. نعم فيك تغيرها، انت مثل ما بتبرم هاي الساعة هون بتبرمها هون. لا تغيروا في خلق الله ما بقى في منخار، هذا هو الهرم.
وين صرنا؟ ما في واحد من هالأمة العربية، كل اللي فت على بيوتكم حكام الأمة العربية وجيت لهون وحضرت محاضرات ومدري شو فت على البيوت، ما بزور حدا أبدا ببيتي، أكل برا ما في، عيش على الخبز والمي، ما بقدر إلكم شو هالسر خبز ومي، والخبز اللي بتعملوه ليلى وبس والباقي كله درى وخس. عندي بالبيت خميرة طبيعية مثل أيام زمان، طحين على الحجر قمحة كاملة وخلص، هاي فيها لوز، هاي فيها جوز، هاي فيها زبيب ومي، من شي مطرح الجبل نبع ننقلوا نين مي أو حطوا مي بالقزاز أو حطوهم بفخارة، والمي اللي بتنضح من الفخار مسحوا جلد فيها، وقت اللي بيقول جلدوه يعني مش نجلدوه. أنا شفتها بحلب، كان بس واحد يقتل أو يسرق يعمل أي غلطة يحطوه يغسلوا جسمه وما يمسقعه وما يسخنه يغيروا له غذائه ويعتذروا منه، أنت القاتل عني أنا، الحق عمين ولا الحق علي القطو. هلأ كلنا راكبين ورا الدولار والدرهم والدينار، ما بقى عنا الدال، لا عنا سجود ولا عنا ركوع ولا عنا الألاف ولا عنا النقطة. لا يعرفك إلا الله يا علي. مين من هالحكام العرب أو اللي بيحكوا بيفتحوا ورقة وبيقولوا أهلا وسهلا في سبيل الحرية سنقول كذلك ولأننا نحن من أبناء الخير وعسى أن شو هالكلام؟ بدك عصا ولا هو بعيسى بس بدك شي عصاية يعني؟ عصا لمن عصا؟ بطلبها منك حسن نصر الله. معركة خيبر مش معركة أحد. محمد رحم لبسينة، ولكن وقت بده يجي واحد هلا يفوت على الاستوديو يقتلنا، اول واحد معه سلاح بيقتله، بيحمينا كلنا. هاي المقاومه، هاي الدفاع، هاي العين بالعين والسن بالسن. اللي بتشوفني بشوفك، انت انا وانا انت. الشريعه بالشريعه، المرآة المؤمن. ولكن اذا في ناس بدها تجي وتقتلنا، نحن مش من جامعه الامش. باوروبا كلنا مسلحين، امريكا قالت تسلحوا وين ما كنتوا، قتلوا اللي بدكم اياه، ونحن بندافع عنكم. أنا عندي بهالحي مش بس جيراني بيأذوني بالموسيقى يلا 20 ساعة، لأنه القانون بيقول للساعة 12 بالليل بيضلوا يدقوا. هي القانون، هيدا الدرك، قالوا لي ما فيك إلا النيابة العامة. وكل الليل حفارات ومدري شو، خلص إزعاج. فوق 1000 متر 1200 متر من عنده كوخ، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت. إذا قدرت لاقي هالصديق بلبنان وعيش أنا وياه هون وبس اترك كتب، وكل اللي عندكم أمراض شو ما كان المرض خلال 21 يوم اقطعوا لي راسي إذا ما راح، من أول 7 أيام، ثاني 7، ثالث 7، افتحوا الكتاب وقعدوا تقروا. دكتورز لوك ات مايكروبايوتكس، أطباء كتير عم تترك الطب وبتعتذر، يلي عم بيموتوا بالأدوية أكثر من اللي عم بيموتوا بالسلاح، يلي ماتوا بناغازاكي وهيروشيما من النووية اللي عم بيزتوها ويلي هلأ عم بيزتوا من 100 سنة لليوم بعدهم عم بيموتوا من جيل لجيل لجيل. غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم، كونوا مع الأنبياء مش مع الأغبياء. ما أبدنا أدوية أبداً، صرتوا كلكم عم تحكوا فيها بس كلام بكلام، ما حدا عنده حل إلا هالمرة اللي بدكم تحلوها ما فيكم. مات كمال جنبلاط الحقيقة معه هون موجودة، أخذها من الدنيا بعدها بالدنيا، الحقيقة ما بتموت. طلعوا بأمكم الأرض بس، شوفوا الحيوانات كلها، ما في حيوان بيقتل حيوان إلا الإنسان مع الإنسان. تلفنت ست، مش أنت فلانة؟ قلت لها نعم. طولي صوتك، بس بدي أقول لك إنه نحن عم نلم صدقات للأطفال اللي عندهم سرطان. قلت لها بتريدي تاكلي درع أول شيء؟ واسمعي كلكم كذابين ومنافقين، أنتوا اللي عم تزرعوا السرطان. هيدا المركز اللي تبع السرطان الاولاد، اثنين معهم سرطان وامهم طبيبه، اجوا لعندي وصحوا. قالوا لها اذا بتجيبي سيره مريم ونشحتك من هالمستشفى الخاص بسرطان الاطفال. ولما هو اول حرامي اللي سرق اول مليون وبعدين ثاني مليون، اجى من اول مليون وبيعطيك ليره وبتزقف له. احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي، محامي مع محامي، كذوب مع كذوب، ما سكروا بيت السلام.
شو صار؟ وين راحوا كل بيت السلام؟ كل هالصراعينك الزبيين اللي منافقين اللي عشت معهم هونيك الصادق رجع أمريكا. قال لي ما قلنا عيش بين العرب، بس بعدني في إلي أمل قليل، وإلا بخاطركم خلص من وطن الجهل إلى وطن العقل. بالهند ما رح يكون في حرب، ما رح يكون في دمار، هي رح ترجع إلى عصر الذهبي. خلص ما بدني يقتلوا حدا، تعلموها من غاندي بيرك. أول ثلاث طيارات تيقتلوا المسلمين شيلوا الباكستان عن الهند بالقتل. رجيف غاندي أنا كنت معه، زرت أهم علماء هالكرة الأرضية، لأنه ميتشو كوشي هو اللي احترم هالمرة. أنا ما احترمت نفسي، صدقت الناس وأهلي شو بيقولوا عني. يعني خبرتكم وقتها لمينا من بعضنا مبلغ كبير، كنت مع أفقر الفقراء، وبعثته يلي اسمها بنتي اشتريت عقد ألماس. قلت لها بدك إني أجي على العرس؟ قال ما بدنا شرائط بالعرس، بس أختك بدها إياه من البيت ومن هيك، بس أنت شرقوطة. وهلأ أنا كتير شرقوطة لأني مسلمة، بطلت أرمنية، المسيح أرمني خلق بقرارات. تتمسكوا بالقشور، هذا هو القشور، هي اللي بالقبور بتاخذكم. فإذا اللي بيعرف نفسه عرف كل نفسه، اللي بحرم نفسه حب كل نفسه، وبحترم كل بني جهل أولهم أهلي. هل قد بيعرفوا؟ هل قد بيحبوني؟ هيدي محبتهم لنفسهم يعني. بس اللي بيعيش مع إنسان كوني بيشوف إنه أنت كيانك أيها الكائن من لدني علما. هالكتاب لحوه قدامك اليوم، البيت اللي فيه كتاب فيه حياة، اسمه كومبوتشا أو غريبي، عم تتركب عندي بالبيت. مي ما فيني لكم، أنتوا بتركبوها، حدا منكم بيعطيه، أنا بعطيك الخميرة وبتصير من خميرة إلى خميرة. أي أمراض كلها ماشي، يعني سرمة سرطان مثل كلمة إنسان، يعني بحط أسماء للمرض، بس كانسر is the answer. فإذا الحل موجود، اعقل وتوكل، صدق الأنبياء، شوف أمك الأرض، شوف الحيوانات ما فيها مرض إلا اللي بتعيش معنا. شو السبب؟ شو هالمؤامرة؟ من 300 سنة وقعت؟ نعم، ومن 100 سنة ومن 60 سنة مضينا على الأنتيبيوتكس مضاد حيوي، والأكل كله ديليفري، اسمه ديليفري، مثل المرأة اللي بتخلف خلف لك ديليفري، وكلنا مسكين. بكرة بخبركن عنها شو عم تعمل فيكن. انت استخدمها، انت سوق السيارة، انت الخيال مش الخيال، صارت السيارة انت بخدمة الشيء. كلمة يشاء يا حبيب قلبي، will and way، يشاء تجمعك حي مع حي القيوم. بس ما لقيت ولا عالم بالأمة العربية رجل دين. بتمنى يكون في رجل دين مسلم ومسيحي يقعدوا يحكوا عن هالسر. ما فيني خبركم سفر التكوين سر مهم كتير، بس أنا ما فيني أحكي بالعربي، خاف شدي وفتحة وكسرة وضمة. يا ريت عنا هيك اثنين رجال دين مثل هيدا الشاب يلي فات ورفع الأذان بالكنيسة بأمريكا، ما ضل حدا ما بكي، كل رجال الدين وبرا. بفرجينيا عم بيعمروا مسجد، قال لهم الكنيسة لكم نهار الجمعة وقلنا نهار الأحد، لا شو تتعمروا؟ نحن اثنين عيال الله وعائلة ملكية. هلأ وقت التوحيد، وقت الوعي، مش الوعاء. عم نتخانق على الأواني ومعرفنا المعاني. هلأ وحدوه وقتلوه، وحدوه الله أكبر بالقتل. سيوفنا عليك وقلوبنا معك يا لطيف. داهية هاي المجاملات، أنوك من الكذب. بس حد اللي أنا بحبه كتير يعني بسبه، بس إذا بحبه شو بقول له شيل لي هالمجاملات. هي مدرسة اسمها مدرسة العرفان زرادشت، كتاب اسمه God is not for sale، الله مش للبيع. احنا كلنا اللي عم نبيع الله، كل واحد فاتح الله حسابه، خصوصي هون بلبنان بأمة العرب. بشكر اللي قال له لبرنامج عنا تأمل ساعة، مدري أسبوع في ساعة،
أنا ما بفتح تلفزيون ما بعرف، بس بعرف بقعد عليها هلا شي ساعة بالنهار. قال له نجيب مريم نور بلا ما تجيب هالسياسيين. بشكرك، وأنا طلبت أطلع معك أو مع الفساد. هول بيقدموا ساعة ساعتين برنامج شي هيك بهالتلفزيونات، هول اللي عنا بهال. وعرف، قال له المحارب يقدر يحورها، ما عندها التزام يعني، ما بلتزم بكلامهم، بسكتهم سكوت. بمون عطوني خليفة بقول له أنت جيفة، وبيضحك بتعرفين اللي بيقول لي إيه جيفة معي، جيفة كله بده يرضي. هي الدولار والدرهم والدينار كلنا إليكم تحت إجري، قال لهم الحلاج. راحوا لعند الحجاج هاك وأقوى. بس بلشت في ناس هلا بيشوفوا انه ما طلعوا بثيابي، ما زالوا منه وسخ، لا بدي اشلحوا، البس كعب عيلي وطرتق بالصرميه. شفتي ثيابي؟ شفتيني سلمت على الرئيس ميشيل سليمان اللي قبلك؟ قال لي ما راح يعرفوا قيمتي الا بس فل رجل القرار. بس جيت من ما مدري وين كنت انه هذا امين لحود، بعدين الفرار. وش عملت؟ ممكن امين لحود ولا انت ولا غيرك الوحيد اللي كان فيها لطش الياس سركيس. ما عرفت عيش، قال لي حدك عم بعرف موت. رحت لعنده، كنت بأمريكا وبعت وراي ورحت قلت له كلهم كذابين اللي حواليك. قنت عصام فارس جاب طيارته، رحت برا أوروبا جبت ناس يعلموك كيف يموت. ما عرفت تعيش نموت، ما في موت.